الأهلي وفيوتشر بكرة الأهلي وفيوتشر فرقتين عكس بعض مم. فنيا فرقه بتلعب على الاستحواذ فرقه بتلعب على الضغط العالي طول المباراه طمعانه في المكسب من اول دقيقه هو النادي الاهلي بولر ما بيغيرش فلسفته مهما كان المنافس بتاعه ده مش مش عيب ولا ده يقول لك ان هو بيقلل من المنافس بالعكس بيبقى عنده دايما قراءه جيده للخصم اللي بيلعبه ودايما اختياراته للعيبه اللي موجوده في الملعب بتبقى مبنيه على قدرات الفرقه اللي هو بيلعبها صح. وده شفناه كتير لما كان بيعتمد على كوكا كلاعب رقم ثمانية في ماتشات كتير وبنشوف ساعات ان امام بيلعب ناحيه اليمين وبنشوف ساعات مروان عطيه هو اللعيب رقم 6 وقفشه ساعات بيلعب مكان امام فكل ده يبين لك قد ايه الراجل المباراه اه حته الروتيشن موجوده لكن تغيير اللعيبة أو تغيير مراكزها أو تغيير الأفراد بيبقى بناءً على قدرات الخصم اللي أنا بلعبه. قدرات الخصم اللي بلعبه ولا قدراتي أنا البدنية؟ جزء وجزء أوه. أوه. جزء يعني كوكا كان فيه قدرات بدنية ما كانش في قدرات بدنية بس أنا عارف إن بلعب الاتحاد عندهم قدرات. ما صوتش ما قدرات اللي أنا مقعده يعني اللي, اللي أنا مقعده ب... مثلاً تعبان شوية. فانا اكيد فيها جزء لا اكيد آه فيها جزء جزء روتيشن ده جزء اساسي وهو دايما الراجل بيعتمد على الموضوع ده من اول سنه ليه لو بصيت اول موسم ليه لي تقريبا السكواد كله لعب معاه ما مع عدا ايمن اشرف صح يعني اللعيبه كلها لعبت معاه ما عدا ايمن اشرف صح. وكان قراره بالنسبه لايمن كان واضح لكن الراجل الجزء الاساسي بالنسبه له بيبقى عنده قراءه الخصم بشكل جيد وده هنشوفه بكره الراجل طبعا عمل روتيشن كبير في اللاين اب بتاع النادي الاهلي في الماتش اللي فات وغير كتير في التشكيل طبعا ده عشان خاطر الفرقه ما كانتش تمرنت كويس الفرقه وسط السبت دبي ما كانش فيه غير التمرين بتاعت تلت المباراه بتاعت الحد فالراجل ما كانش قادر ان هو يعمل استشفاء لعيبه بشكل كبير فقدر ان هو يغير في الخط الامامي مودرن فيوتشر هي فرقه معاكسة تماما لشكل النادي الاهلي، فرقة عندها ثبات في النواحي الدفاعية بشكل جيد، بيجيدوا التحولات الهجومية، عندهم أكتر من لاعب يقدروا يبنوا عليه التحولات الهجومية زي عبد الكبير الوادي، واحد من أهم اللعيبة اللي بيركز عليها ريكاردو في عملية التحولات وإنه يبني الهجمة خاصة في عملية اللونج باس اللي بيقوم بيها، فطبعا دي المشاكل اللي النادي الأهلي كان بيعاني منها الفترات اللي فاتت، وفترات من من التالق او لمحات من التالق اللي كان بيظهر فيها ياسر ابراهيم انقذت النادي الاهلي كتير خاصه في المباراه اللي فاتت قدام سيراميكا اكتر من مشهد كنا بنشوفه لو احنا كنا بنستعرض الحالات بتاعه سيراميكا في مباراه الاهلي الماضيه النادي الاهلي اتضرب كتير قوي ما بين المكان اللي ما بين المساك وما بين الظهير خاصه ما بين علي معلول ومحمد عبد المنعم اللي مش في احسن حالته اخر 3 4 ماتشات وده اللي مخلي ياسر ابراهيم منور قوي وجمهور النادي الاهلي حاسس بيه قوي يعني ياسر هتلاقيه الفتره اللي فاتت ظاهر بشكل كبير مع نادي الاهلي كل المشاكل كريم هتلاقي موجوده دايما ما بين المسافه اللي موجوده ما بين محمد عبد المنعم وعلي معلول كره انفراد تام من نص الملعب الراجل بيقدر انه يعدي من عبد بيوصل لمرمى الشناوي بكل بس بص. لونج باص كريم بيتعمل في ظهر علي معلول نفس نفس المكان ونفس المساحه اللي موجوده ما بين عبد المنعم وعلي معلول وراجل بيقدر يتحرك ويصلح الكوره الورق فرصه هدف محقق بس دول كورتين بس اكتر من ما كورتين قدام فرقه بحجم سيراميكا وقدراتها الهجوميه وقدراتك انت كنادي اهلي ان المنافس يوصل بكورتين او ثلاث كور في المباراه كورتين سيراميكا في الدوري ووصل اكتر من كده بكتير في ماتش الاهلي بس ان يوصل عليك بكورتين يعتبر فرصه اهداف محققه صح. كره في العرض ده هدف صح. كره تانية انفراد لولا براعه الشناوي والحاله الفنيه على محمد الشناوي كانت كره هدف او كان في تصرف افضل من اللعيب كان يبقى حاله هدف لكن النادي الاهلي مش هيغير فلسفته هنشوف نفس الشكل بيلعب بيه النادي الاهلي بكره طبعا كهرباء اساسي طبعا الراجل مش هيغير الثلاثي اللي هو بيعتمد عليه دايما في المباريات الحاسمه حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا ومن خلفهم طبعا هيبقى موجود امام وموجود مروان عطيه واحتمال كبير قوي ان هو برده يدي احمد كوكا في المباراه او يدخل عمرو السليه لان الراجل بقى عنده خيارات كتير بعد عوده عمرو السليه لانه بيدي حلول كتير في نص الملعب لعيبه عنده رؤيه يعني كبيره عن بعض اللعيبه وبروفايل مختلف